في اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والأمم المتحدة وقع السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على اتفاقية تعاون مشترك مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة واوضح العسوم ان هذه الاتفاقيه تهدف الى وضع الخطوط العامه الارشاديه لبرامج تعاون وشراكه تفصيليه بين الجانبين في عده مجالات وتبادل افضل الممارسات والتشريعات